ايه راه تدخلوهم من هنا. عندو شي سته فهاديك البيت. غير في هاد اللحظات رجال الوقاية المدنية كيقوموا بواحد المجهودات جبارة جدا من أجل إنقاذ الناس اللي باقيين واحلين في الدار، والحضور ديال السلطات الأمنية، رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة لعين المكان، وأيضا الشرطة العلمية والتقنية. إذا الكل يترقب وينتظر إنقاذ الناس اللي بقاو عالقين داخل البيت اللي يجعل فيه العافية، وكل واحد شنو كيقول، شي كيقول السبب هو شارجور، شي كيقول السبب تماس كهربائي، ولكن ما يمكنش لينا نعرفوا شنو هو سبب العافية، حيت حنا داكشي كتقوم به دور ديال الشرطة العلمية والتقنية هي اللي كتقدر تحدد. دابا لحد الساعة فقط الهاجس الوحيد اللي كاين عند السلطات الأمنية هو إنقاذ الناس اللي باقيين عالقين داخل هذا البيت هذا، وكيحاولوا الانقاذ ديالهم لانهم ساكنين راه في واحد الرعب، ربي اللي عالم بهم. تخيل راسك انك تبقى حاصله، راه غير الدخان يقتلك، غير الخلعه تقتلك، بزاف راه كتحيد المناعه، وبالتالي شحال من واحد مات غير بالخلعه. تم نقل احد المصابين الى المستعجلات ديال سيدي عثمان من اجل تلقي الاسعافات الاوليه، ومن بعد غادي ينقلوا اكيد لبن رشد لان الحاله ديالو جد صعبه. هذا بيت قديم جدا، قصرية سباتة، يعني تنعرفوا ان مثل هاد المنازل هادو كيكون عندهم واحد الخيوط لا ديال الضو ولا المكينات ديال الضو، كيكون داكشي قديم، بالتالي اي حاجة ومع هاد الشتا. دخان راه غادي وكيكثر. شو المجهودات اللي كيقوم بها رجال الوقايه المدنيه والسلطات الامنيه، اعوان السلطه. هذا غير جار مسكين راه داخل تيحاول ان حتى هو يعتق، كي داير؟ شكون اللي باقي لداخل؟ الحمد لله، الحمد لله، صافي ما مات حتى شي واحد، الحمد لله. مسكين داك السيد اللي محل بو عبد الله، كي داير الحاله الصحيه ديال بو عبد الله؟ شنو وقع؟ شنو وقع؟ شنو وقع عبال هاد؟ واش شارجور ولا البوطه ديال البوطه؟ راه نزلوها هي الشيخ، ولكن البوطه ما ديرش هاد الشيء. هو هو راجل كبير فهمتي، كيعيش بوحديته. اه هذوك راه ولادو فوق. اه هذاك اللي حط خدمه ولادو كلهم خرجوا حتى واحد مات. الحمد لله. جابوا الدراري الصغار فاطمه الزهراء. اه الدراري الصغار مشاو للمدرسه. الحمد لله. الحمد لله. ما كنت خنقوم ساكن. الله يحفظك. الزهراء اللي تحت هي ما كايناش الحمد لله. هو الحمد لله. الزهراء اكثر من جهدي. الحمد لله. الشاعر هذاك كيدار طالع فوق، حق الله العظيم من عندي فيدي تندير ونوريه. فوق طالع باش نقد الناس، باش تخرج الناس. هو راه الحمد لله الناس كيديروا الدور ديالهم، هي جات سيارة الإسعاف باش تهزوا هاد الناس مساكنين مخنوقين. هذا مسكين هذا القي. آه. الله يعطيه صحته. يا ربي آمين. الله نوريك الفيديو تتخلعي. دابا نوريه. تتوريه ليا. وعلى سلامتهم الحاج، انت راك قمتي بمجهودات، سير الله يعاونك.
قال كيقول ما كي ما يعرفوش شنو هو السبب. قال بوطه ولكن ما اخطر علميه وتقنيه هي اللي تتعرف شنو. الحمد لله. اه كتعرف الشرطه العلميه والتقنيه اللي غادي تقول لنا شنو السبب. على سلامتهم على سلامتهم اكيد على سلامتهم. قريتيش؟ الدخان غادي وكيكثر، الدخان غادي وتيخرج، غادي وكيتمجهد. دور كبير لعبوا السلطات الامنيه، مجهودات جباره قاموا بها رجال الوقايه المدنيه من اجل انهم ينقذوا هاد الارواح اللي كاينه داخل هاد المنزل. تنبغيو نحيوهم. عرفتي حتى كيوقف الدخان ويعاود يخرج، حتى كيوقف ويعاود يخرج. اه كيدخل الزرقاء محلوله من الداخل. الله يستر يا ربي السلامه يا ربي تحفظنا يا ربي تحفظنا يا عزيز. تنشوفوا عون السلطه شنو المهمه اللي كيقوم بها. شوف شوفوا عون السلطه صراحه برافو عليه برافو عليه. على سلامتك على سلامتك على سلامتك الحاجه. منور راجل راجل هاك البيت راه ما طرا لي هواء ما طرا لي هواء. با با ها على سلامتها على سلامتها الحبيبه ديالي على سلامتها على سلامتها. دير البلاصه لي دير البلاصه لي ماشي سير سير احمد سير 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 لحظات نقل المصابين عبر سيارات الاسعاف. شنو وقع لكم اخويا على سلامتكم على سلامتكم. تسمعش مزيان. اه ما تخافيش ما تخافيش ربيعه ربيعه كاينين ربيعه ربيعه ما تخليش فاطمه لا ما تعيطش فاطمه برا هادي اش كتجيك اختي بختي على سلامتها ما وقع ليها والو بعدا. الحمد لله على سلامتها الحمد لله الحمد لله. ميمتي على سلامتك باش نشوف مسكينه كيبقى الحبيبه ديالي الحبيبه على سلامتك مسكينه باش اخويا على سلامتها. في هذه اللحظات نقل الاشخاص المصابين عبر سياره اسعاف تابعه للوقايه المدنيه وشفنا المجهودات اللي قاموا بها السلطات الامنيه عون السلطه الوقايه المدنيه شفنا عون السلطه مركب السيده على ظهره وكيجري باش يوصلها سيارة الحمد لله ان تم انقاذ جميع الساكنه اللي كاينين في هذا المنزل هذا كلهم حق الحمد لله على سلامتهم. صافي نقولوا مخبوانين من هنا عرفتي الريحه ديال الدخان راه ترجمة
تم انقاذ جميع الساكنه اللي كاينين في هذا المنزل، والفضل بطبيعه الحال كيرجع للسلطات الامنيه، الوقايه المدنيه، عوان السلطه اللي قاموا بواحد المجهود كبير، ركبوا الناس على ظهرهم ومشاو كيجريو بهم حتى لومبيلونس. برافو عليهم، تنحيوهم، تنحيوهم على المجهودات اللي تيقوموا بها. اللي انقاذ روح ومن احياها كانما احيا الناس جميعا. الساكنه هما كنقولوا لهم برافو عليهم. هذا الراجل يعني بالرغم من السن ديالو راه مسكين، شحال جرى وشحال جاره، وخرج الناس ودخلهم عنده للدار، داك الشيء كتبين على روح التضامن. قصريه ديال سباته، قصريه.